وبالمثال يتضح المقال. دابا واحد الانسان مثلا محتاج غير 10 دراهم هيدا ومشى عند ماما ولا عند با هو ناعس، يعني ماما ناعسه مازال ناعسه يعني كتشخر النفس فيها والدم طالع سخونه تحط على يدك سخونه واش اذا قال لها ماما عطيني 10 دراهم ولا با عطيني 10 دراهم، واش ديك الانسان خايله غادي ديك با ولا ماما ولا با ولا ماما واش غادي يعطيك 10 دراهم واش غادي ما غاديش يستمعك واش غادي يستاجب للنداء ديالك؟ ابدا. علاش؟ ولينا ناعس ما غاديش يسمعك. ناعس ما سيقش الخبر من هاد الدنيا، ولكن هو راه حي ماشي ميت. هو حي 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 كيتنفس غير ناعس وما يسمعكش وما يستاجبش. ما يسمعكش ما غيعطيكش 10 دراهم ما غيعطيك لا درهم لا حتى شي حاجه، وما ينفعك ما يضرك وما ينفعك ما يضرك اذا ما نيطتيه شي وفاق عاد باش يعطيك اللي خصك ياك. فما بالك الانسان اللي ميت تحت القبر هذه 500 سنه ولا 200 سنه ولا 10 شهور ولا مات غير البارح، وكتجي انت تقول له يا مدد مدد، كتجي انت عنده وكتقول له ايها الوالي الصالح اعطيني وانا كنت رجعت كتبكي عليه ما عنديش الوليدات، ارزقني في الوليدات اعطيني ما ناكل، ارزقني في الصحه انا مريضه انا محتاجه انا بغيت هذه وبغيت هذه وبغيت هذه. كيف يعقل اللي ناعس يعني العضو مرشاو العضو مرشاو وباغي منه ينفعك وباغي منه ينفعك، وهو هذاك اللي العضومه ديالو رشا اللي كان والي صالح او كان محدث او كان فاقه او كان فاقه اجي ما شرفش بعدا ما عملش العكاز طبعا ما ولاش فيه بوتفتاف طبعا لو كان ينفع ينفع راسو وما يديرش العكاز يبقى في الصحه ديالو ما يكبرش او لما اللي يبدا الشيب راسو بياض واللحيه ديالو بياض يدفع داك الشيب يمنع داك الشيب يبقى شاب يعني يعني الناس اللي كيزو هذا الشيء اللي كيآنوا بالاولياء يعني شي شويه خلل عقلي واقيلا خلل عقلي اكثر من خلل عقلي اكثر من خلل عقلي اكثر من خلل عقلي يعني تينا اخر ناعس كيتنفس وباقي على قيد الحياه وباغي ينفعك شي اذا ما نيطتيهش. فكيفاش اللي تحت الارض اصلا؟ فكيفاش اللي تحت الارض؟ كتمشي وتجلس وتجلس تبكي وتتغوت وتجبد تما، وكاين اللي كيجلس سيمانه مع الوالي سيمانه مع الوالي سيمانه، كاين اللي كيسافر من مدينة لمدينة من مدينة لمدينة، كتجي أخرى ولا آخر ولا كيقول لك عرفتي الوالي الصالح فلان فلاني في المدينة فلان فلاني، أجي أجي بعدا واحد الحاجة أخرى أنت كيعطيك اللي بغيتي سمية الله، وعام بعدا كيقول لك سمية الله يا أخرى مسكينة كنوض ولا آخر كيشبر كيلومترات د الطريق من مدينة لمدينة تشبر الكار والكار والكار. أجي دابا دوك اللي كيزوروا مثلا شمهاروج ولا السيل الهادي بن عيسى ولا مولاي عبد السلام في الشمال يقول لك راه كيعطي العزراء ولا كيعطي المرأة كتولد. طيب يما هاد مولاي عبد السلام أو الشيخ عبد السلام شكون اللي عطاها ليها؟ شكون اللي عطاها ليها؟ إذا كان مولاي عبد السلام كينفع ويعطي الدراري فهو أصلا شكون اللي عطاه لأمه؟ خصنا نمشيو نزورو داك اللي عطا الام عبد السلام عطا عبد السلام الا جينا الا جينا للمنطق. ونقطة أخرى دابا القزار 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 إلا مشينا عنده 10 ولا 15 الناس وبدينا أنت نص كيلو هذا باغي كيلو ولا ربع هذا جوج كيلو واش سمعنا واستجاب لينا؟ هو معنا حي يعني القزار نغوتوا عليه ب 10 ولا 15 بينا كل واحد شنو باغي يقدر ينفذ لنا الطلبات ديالنا ما يقدرش يستوعبنا ما يقدرش يستوعبنا. فكيفاش واحد راه في بغداد او راه في جديده او لا عايش البحريه ها اللي كيغوت عندها تم ها اللي كيغوت من الدار البيضاء ها اللي كيغوت من مكناس لا لا عايش البحريه ام ولا بشعيب ام ولا ابراهيم يعني كل يعني شنو هذا؟ واش الناس هذا عندهمش عقل ولا ما عندهمش؟ اكيد ما عندهمش العقل. مشكله احنا في هذا العصر هذا وباقي الناس كيمتثلون الاولياء والاضرحه وكيعتقدوا انهم غيعطيوهم وغيرزقوهم وغيفرجوا عليهم وغيعطيوهم العيال وغيعطيوهم الصحه وغيعطيوهم المال وغيعطيوهم وغيعطيوهم والتيسير والتيسير. اجي نقول لك دابا بلاتي واحد النقطه، دابا واش كاين شي واحد اللي هو احسن من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خاتم الانبياء وهو المفضل على البشريه ديال الكره الارضيه اللي جاب لنا القران من عند الله اللي جاب لنا القران من عند الله ما كاينش ما كاينش. فكيف يعقل يجوز اننا نمشيو للقبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره في المدينه المنوره ونطلبوا منه يعطينا ويعطينا ويعطينا؟ بالعكس وما تما كاين الشرطه كتنبه الجهلاء والمتخلفين ان النبي راه ما كنستنجدوش به نقولوا مدد مدد يا رسول الله لانه مشرك لان غتسال والله كيغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به.
واخا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم شكون هما اقرب الناس ليه؟ اللي هما الصحابه مثلا، يعني رقم واحد من بعد النبي هو ابو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب وعثمان وعلي ومعاويه الصحابه. واش يمكن لنا اننا نمشيو عند هاد الصحابه هذوما مثلا ونستنجدوا يا عمر يا ابو بكر ونطلبوا منهم يعطيونا ويعطيونا ويعطيونا؟ لا، غنمشي انا عند علي بن ابي طالب ولا عمرو بن العاص، اعطيني القوه، انا باغي نكون قوي يعني محارب، انا باغي نولي كولونيل يا خالد بن الوليد، انا باغي نولي جنرال حربي، يعني الحماق هذا الحماق نيز. اذا هنا ما كانش يمكن لنا اننا نمشيو عند هادو ما نطلبوا منهم. اذا هاد الاولياء اللي كيعتقدوهم الناس غيعطيه وغادي يرزقوه وغيسهل عليه ويعطيه التيسير في اي حاجه طلبه، اذا هادو ما اللي كيعتقد انهم عطاوهم، كاين اللي كيعتقد انهم عطاوهم ربي كيرزقك في شي حاجه وانت هنا كتعتقد كتظن هو اللي عطاك، هو اللي عطاك، وكتزيد تثبت بالمبدا ديالك ديال الاولياء والاضرحه. يعني هاد الجهلاء المشركين اللي كيمشيو على الاولياء، هذوك الاولياء راه احسن من النبي وحسن من ابو بكر وعثمان وعلي ومعاويه وزيد وزيد احسن منهم، وهذا هو المنطق، هذا هو المنطق. فلك الا قلت لي يلا نطلبوا عمر ونطلبوا عثمان ونطلبوا هاد الصحاب، غيقول لك لا، غيقول لك لا طبعا. اذا مولاي عبد السلام وشم هاروج ومولاي ابراهيم سلم يعطيوكي اذا هاد الناس شنو غيكونوا؟ واش مسلمين؟ واش مشركين؟ واش ما نعرفش، واش معجوز؟ يا ربي تنجينا من الشرك الصراحه. اي والله، واحد الايه اللي واحد الايه في الاخر ديال سوره الزمر اللي كيبين فيها الله سبحانه وتعالى النعم ديالو على العبيد ديالو، الا وهي اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. خلق لنا المعيز، الغلام، البقار، الاصناف الثلاثه ديال الانعام ودللناها لهم. الناقه قداش؟ وكيجي طفل صغير عنده 7 سنين كيجلسها وينوضها، الله اللي دللها، يعني كيقول لك شوف اشنو عطيتكم ايها البشر. ومع ذلك كيجيو المشركين شنو كيديروا؟ من وراء هادشي كامل، واتخذوا من دون الله اندادا لعلهم ينصرون. انداد اضرحه، اولياء، اصنام، منع، واتخذوا من دون الله اندادا لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم. هذوك الانداد وذوك الاولياء والاضرحه راه ما يمكنش ينصروكم، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. بلاتي بلاتي ديك وهم لهم جند محضرون، يعني تصور تامل غير في هذه الايه هذه وهم لهم جند محضرون، يعني شكون هما؟ شكون؟ تخيل مثلا هذاك الوالي اللي هو مدفون، اللي هو ذاك الانسان الصالح مدفون تحت الارض، انتينا اللي كتمشي تطلب منه يعطيك ويرزقك وينفعك في اي حاجه بغيتيها، انتينا هي اللي كتخدمه، انتينا جندي، جندي ديالو، مجند، مجند ليلو، انتينا كتمسح له الضريح ديالو، انتينا كتجفف له، انتينا كتشطب له، انتينا كتجير له، انتينا كتغطي بداك الثوب الخضر والحمر، انتينا اللي كتعدل له داك الثوب الغطا، داك الغطا، انتينا اللي كتمشي، انتينا اللي كتسهر على الحمايه داك الضريح، يعني انتينا الخدام ديالو، الخدام ديالو، المسخر ديالو. انتينا المسخر ديالو، انتينا اللي كتطلب منه شنو يعطيك وشنو يسهل عليك وشنو وشنو وشنو. واش يعني القمه ديال القمه ان الندم معاه الغباء ولا الجهل والجهالوت الجهالوت الجهالوت القمه ديال الشرك، القمه ديال انسان ما عندوش العقل اللي كيفكر غير بالمنطق و يعني بصح لا يستطيعون نصرهم ما يمكنش نصرهم، وهم دوك الاحياء وهم لهم جند محضرون، جندي مجند وحاضر ديما حاضر، هو يجفف هو يشطب هو يتهلا ويشعل الشمع هو، وفي الاخر عطيني عطيني. لو كان ينفع هو يبنى داك الشيء لراسو، اولا هو انت غير رمي له الغطا هو يتغطى. راه ما كيتخيل واش ما كيفكرش الانسان ان ذاك الانسان هذاك غابت العقول. ذاك الانسان هذاك راه كان انسان صالح ولكن راه العمل ديالو كينفعوا ليه هو. راه كينفعوا ليه هو مع ربي الحيف. اذا مات ابن ادم اما العام اما اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، الا من ثلاث صدقه جاريه ولا صالح يدعو له او شي حاجه. راه في الدنيا صافي ما كيبقاش الدور ديالو في الدنيا بصفه نهائيه، لا ليك لا الرسول لا غيره، هو ما يبقاش الدور ديالو صالح في الدنيا حتى الرسول هو صح اصلا كيخرج من العالم الدنيوي وعايز يصلح لك انتينا باش ينفعك باش يعطيك باش باش. واحد النقطه عاود مهمه، يعني صراحه انا شفتها بعيني وكنبقى هكا نستغرب، عرفتي شنو هي؟ يعني ملي كيساليهم الزياره بالضريح ياخر ولا اخر كيبقى تما مثلا سيمانه 10 ايام ولا نهار للناس اللي قرابين ولا ملي كيساليهم الزياره وداك الشيء، تصور شنو كيعدلوا؟ كينزلوا فلوس من الضريح
كاين الشبكه وكيرمي لنا الفلوس. كاين الف فرانك ها اللي كنزل 20 درهم ها اللي 100 درهم كل واحد قد المستطاع ديالو. دوك السدانه دابا لا لا دابا هما دابا هو مثلا الضريح كيكون مشبك ما كيسيبوها تما. اذا طلعتي الضريح راه كتجبرو معمر بالفلوس. دابا بالله عليك كياخذ كياخذ دوك السدانه اللي كيخدموا داك الضريح جند المجند. جند دابا بالله عليك دابا النادم اللي كيسيب داك الانسان ميت من تحت القبر سنين عاد هذا داك الفلوس. دابا داك الانسان غيطلع من فوق من تحت التراب ويجمع يدو ياخذهم ويجمع انا شفت وعيمشي مشكله وعيمشي لا 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 وغيمشي يتسخر وعيجي ويرجع من تحت التراب وكيطيب تحت التراب عند الكوزينه تما وخصو باش يشري اللحام وداك الشيء كتطلب الضريح كتجبر الضريح معمر بالفلوس. تخيل دابا بنادم القصور العقلي فين وصل. يلا على داكشي لا لا زيد عليها كيشعلوا الشمع من الدار. شكون اللي كيشعلوا؟ داك اللي جندي مجند من اجل داك الميت يعني كيضويو عليه زعما. وشحال من ضريح كانت فيه الخزنه والكنز الامين وتما موالي على ديك القصه طويله. انا بعدا كيجيني الضحك ملي صراحه كتشوف هيدا فلوس مسيبين الميت والشمع مشعول عليه زعما صراحه كتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فهمتي راه هاد الشيء هاد القضيه ديال الشرك مصيبه كبيره وخصوصا ملي كتمشي الصراحه الله اذا شفتي شي حاجه هيدا راه كتجبر الناس باقه يعني ناس كثيره ماشي في الجاهليه وصافي متشبته بهذا المبدا ديال الاضرحه والاولياء والسدانه غيعطوني ويعطوني ويعطوني راه ما كتجبرش ما غتبداهم ما غتشدهم راه ما كيتقبلوش منك ما كيتقبلوش يعني. انك كتقول لهم هذا راه ما كينفع ما كيدور هذا راه قطع العمل ديالو شنو قلت له ما كيتقبلوهاش منك. واحد واحد قلت له قلت له واش ام احسن واش هذا سيدي فلان ولا سيدي ولا النبي صلى الله عليه وسلم بقى كيشوف فيه ما بغاش يجاوبني وعاود قلت له قلت له واش هذا احسن من النبي هو النبي حرام ندعوه ما قادرش يجاوبني ما بغاش يجاوبني حيت هو متشبت بديك المادة متشبت ما قادرش ما قدرش ما نعرف مزلج داك الشيء علاش الانسان يقول الحمد لله الذي هدانا للاسلام. الحمد لله والحمد لله على نعمه الاسلام. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلق. هذه راها القمه والقمه ديال الكوارث الكارثه وراه من اكبر الكبائر هي الشرك بالله سبحانه. الشرك وتظن انا شي واحد كيعطي من غير الله من غير الله وتطلب شي واحد يعطيك من غير الله. تتخيل شي واحد راه في الدنيا عايش انه غيعطيك من غير الله وما خصكش تعمر قلبك بشي واحد عايش على قيد الحياه راه كلشي من عند الله سبحانه وتعالى. ما بالك اللي تحت التراب لا يسمن ولا يغني من جوع. نتمنى الفكره والصوره تكون واضحه وحاولنا نشاركوا معكم هذا الموضوع لانه هو موضوع شائك. هذه راه الحديقه الخلفيه ديال المسجد محمد الفاتح رحمه الله اللي فتح اسطنبول. يعني شوف الحديقه قداش وداك الشيء حديقه دايره بالزوايا الاربع وكنتمناو الفكره. واي واحد يرد باله مع الاسره ديالو بالك ثم بالك ثم بالك تنطاوي ويكون عندها يعني الاتجاه ديالها على هذا الشيء ديال هذه الزياره ديال الاولياء والاضرحه وهذا الشيء الشرك راه كارثه كارثه لرمتها. والله يهدينا يا ربي جميعا الله يرزقنا حسن الخاتمه. وما تنساش لايك وسبسكرايب وشير للفيديوهات المهمه وشكرا لكم والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله يا رب العالمين.